حدوتة أوشو مع محمد هنيدي. كان يا مكان يا سادة يا كرام، حاجات جواها حلم نعيشه بجد، يبقى مفيش غير حكايات أوشو. احنا جيل عصب ولا بيتضايق، فكك نفط خليك كول، اي مشاكل ليها حلول. أوشو هو اللي فهمنا، هيعلمنا وهيفهمنا، وهنسمع حكاياته في حواديت بتاعت جيلنا وفيها المفيد. كان يا مكان يا سادة يا كرام، حكايات جواها حلم نعيشه بجد، يبقى مفيش غير حكايات أوشو. كان يا مكان. يوه، ايه الدوشة دي؟ مين اللي بيتصل ده؟ ايوه يا أوشو، صباح الخير. صباح النور يا سيدي، انت ما عندكش ساعة ببيتكو يا ابني؟ في حد يتصل بحد في وقت زي ده؟ يا أوشو، الساعة 7 الصبح دلوقتي. ليه محسسني انها 7 المغرب؟ ايه ده؟ هو بقى عادي دلوقتي ان الناس تتصل ببعضها 7 الصبح؟ ده انت لو قاصد تصحيني مش هتعمل كده. طب ما انا متصل بيك اصحيك يا أوشو، عشان خفت تروح عليك ان هما بعد ما اتأخرنا امبارح في الرحلة. يا اخي فكرتني بالرحلة. تصدق يا ادم، الرحلات دي تاني حاجة بحبها في المدرسة بعد حصة الالعاب. طب قوم بقى قبل ما تتأخر على حصة الالعاب. ليه، هي الحصة الكام؟ الاولى. يا خبر ابيض، وقاعد ترغي من الصبح. اقفل بسرعة، انا هلبس وانزل اهو. هو الباص اتأخر ليه؟ شكله سابني ومشي ولا ايه؟ امر لله، اخدها مشي. اوف، امتى بقى الواحد يخلص مدرسه عشان يرتاح من المذاكره والامتحانات اللي ملهاش لازمه دي؟ بصراحه تضييع وقت على الفاضي. نفسي اقابل حد يقول لي على ميزه واحده في المدرسه. لو سمحت يا ابني. نعم يا جدو، امرني. ممكن تقرا لي العنوان اللي في الورقه دي؟ طبعا يا جدي، تحت امرك. معلش يا ابني هتعبك معايا. لا تعب ولا حاجه يا جدو، ما تقولش كده. بص، هو العنوان مش بعيد، حضرتك هتمشي زي ما انت كده على طول لحد ما تلاقي يافطة مكتوب عليها ميدان الكتاكيت. هتدخل الميدان وهناك بقى هتلاقي يافطة تانية مكتوب عليها عمارة البيضة والحجر. تطلع الدور التالت هتلاقي يافطة مكتوب عليها شقة رقم 3. محتاج اي خدمة مني تاني؟ متشكر يا ابني. يعني عرفت العنوان خلاص؟ مفيش اي مشاكل؟ الحقيقة يا ابني هو في مشكلة صغيرة. خير يا جدو، مشكلة ايه؟ بصراحة انا ما بعرفش اقرا، عشان كده اديتك الورقة تقراها لي. ما بتعرفش تقرا ازاي بس يا جدو؟ ده حضرتك اكبر مني في السن. ايوه بس انا ما دخلتش مدرسة وانا صغير زيك، عشان كده انت اكبر مني في العلم. طب وحضرتك ما دخلتش مدرسة ليه؟ هو ما كانش في مدارس ايام زمان؟ كان عندنا مدارس، بس للأسف انا ما كنتش مقدر قيمة المدرسة، وكنت شايف ان ملهاش لازمة، فكنت بزوغ منها لحد ما سني كبر وبقيت انسان كبير، وامي يعني ما بعرفش اقرا ولا اكتب. ايه ده، هو مفيش مكان تاني بيعلم القراية والكتابة غير المدرسة؟ مفيش غير المدرسة. قول لي بقى اروح العنوان اللي في الورقه دي ازاي؟ بص حضرتك، انت هتعد 5 شوارع على ايدك اليمين، وبعدين تدخل في سادس الشارع هتلاقي الميدان. سادس الشارع؟ هو السادس ده بعد التالت ولا الرابع؟ لا بعد التالت ولا بعد الرابع، ده بعد اذنك. اذني؟ هو في رقم اسمه اذني؟ لا يا جدو، كده كتير بصراحه. هو حضرتك كمان ما بتعرفش تحسب؟ طب انا هتعلم الحساب فين بس يا ابني؟ ما قلت لك اني ما دخلتش مدرسه وانا صغير. هو الحساب كمان محتاج مدارس عشان نتعلمه فيها؟ طبعا طبعا. ايه بس يا جدو، حضرتك كل اللي هتعمله انك هتعد على صوابع ايدك، 1 2 3 4 5، وبعدين 6. شفت، دي طريقة سهلة قوي ومش محتاجة مدرسة. ايه والطريقة السهلة دي اتعلمتها فين؟ في المدرسة. انت اسمك ايه؟ اسمي أوشو. الله، أوشو ده اسم جميل. يعني بس تقليدي ومتكرر كتير. حضرتك عارف كم واحد اسمه أوشو؟ كم واحد؟ انا بس.
ماشي يا سي أوشو. أستاذ أوشو. أستاذ كده مرة واحدة؟ أيوة، عشان مدرستي فيها بعد الظهر فصول محو الأمية، وأنا هستأذن بابا وماما إنهم يخلوني أعلمك القراية والكتابة يوم كل أسبوع في الفصل. متشكر أوي يا أوشو، لما ألحق بقى أروح العنوان اللي وصفته لي قبل ما انساه. لا، ما أنا هاجي معاك أوصلك في طريقي. أنت بيتك هناك؟ أيوة، بيت التاني. ما شاء الله، عندك بيتين؟ طبعا، مدرستي هي بيت التاني.